بس طبعا يعني ما بتعملش، يعني احنا عايزين بيبقى مريح للراوتر. الجي 7000 ناخد 8000 نحولهم على طول، ده بيبقى الراوتر مريح فيهم دماغه يعني، غير لما نيجي ناخد 2 من كل واحده جديده ونقارنهم باللي قبليهم. يبقى هنا بنعمل ايه؟ هنا في 8000، الصوت طالع بتاع عم احمد اهو، وصل لهنا، وصل لهنا 8 بت ماشي، بناخده من السامبل بعديها 2 بت ونبعتهم، ده يقارنهم بعد 6 بت اللي قبليه يكونوا 8 بت. يبقى طبعا ماشي، ده الكودكس ده. طيب هو طبعا يعني مش مهم بالنسبه لنا احنا، ايه احنا نفهمه بس ايه الطريقه بتاعتها، يعني مش مهم ده بيت وبيتبعت منين، ومش يعني احنا المهم ايه نفهمه الطريقه بتاعتها. بس انا بحاول افهمها لكم جايه ازاي، بحاول ارسمها لكم كل حاجه. طيب يبقى تفاعل ده بيبعت الاختلاف، بيبعت من كل سامبل دي ويبعت من اللي بعديها، ما بيبعتش 8 بيت، لا بيبعت ايه، بيبعت 4 او 3 بيت، بحيث ان هو الباندو تسيل برضو ايه برضو ده. انا بيعمل ويف فورم الجوريزم انكود ايفريثينج. يعني ايه انكود ايفريثينج؟ يعني بيعمل كودكس، بيحول ياخد دي يحولها، ودي ياخد منها 2 ويحولها، يعني بيعمل كل اللي بيعمله بيعمل انكود ايفريثينج. طيب تعال نشوف سورس الجوريزم. احنا قلنا ايه؟ بيبعت الديفرنس، بيبعت الديفرنس ده ده اللي تحت، بيبعت الديفرنس كان بيعمل كودنج انكود زي ما زي يعني ايه زي التاني، بيعمل الصوت بياخده ويبعته. طيب ده بقى ايه؟ قلنا مش هينفع معانا 16، عايزين اقل، مينفعش كده. جالنا بقى ايه بقى؟ 16 كيلو بايت و 8 كيلو بايت. بس بقى ايه؟ ال 16 كيلو بايت ده على فكره يعني هتلاقي ان قوه الصوت بتاعته اعلى من ال 16 ده، هنشوف قدام، هنشوف، لان هو ده سورس الجوريزم. سورس الجوريزم يعني بيعمل ايه بقى؟ لو ديلي كود اكستريت لاينر بريدكشن. طيب يوز ا هيومن فويس كود بوك. طب يعمل ايه ده بقى عشان بس افهمها لكم؟ عشان يوصل لل 8 كيلو بايت، الجي 729 والجي 728، خلينا في 729. ده بيبقى فيه حاجه اسمها فويس كود بوك. تعالى تعالى نعمله هنا كده، اشتغلوا على دي. ماشي، ده بيتكلم مع ده، مش هو بيبعت سامبلز المفروض السلام عليكم، ما بيبعتهاش بقى. فاهمها لكم ازاي بقى دي؟ عايزين اعمل لكم شرح حلو، استنى اجيب لكم ورقه كده فاضيه ونجي لكم تاني. طبعا كنت بفكر في حاجه بس ما لقيتهاش، يعني خلينا نشتغلوا على هنا بس. عارفين البرامج اللي هي زي بتبقى في برامج على الكمبيوتر كده بتتوقع الصوت، يعني تعرف تقلد فيها اصوات، تعرف تعمل حاجه، نفس الطريقه بتاعت الالجوريزم بتاعت يعني هما الاثنين واحد. بيبقى في زي فويس كود بوك، ده بيبقى زي موديول كده او يعني حاجه في الراوتر، بتعمل بتاخد سامبلز من صوتك، من صوت، وبتتوقع انت هتقول ايه المره الجايه. يعني ايه بقى تتوقع؟ تتوقع، شفت بتتوقع دي؟ والله بتتوقع. خلينا نطلع الرسمة احسن. ماشي.
يعني انت قلت ايه؟ السلام عليكم، ماشي. هي بتاخد العينة من الصوت بتاعك وتروح تبعته الناحية التانية، عند الناحية التانية. نفترض هو المثال بتاع عم احمد. وعم احمد بيتكلم اهو تحت، اتكلم بقى مين؟ ابن عمه بقى. ماشي، عم احمد بيتكلم، بياخد نسخة من صوته. عارفين نسخة من صوته؟ بيبقى حاجة اسمها، مش بيبقى حاجة كده زي بروجرامين كده في الراوتر، بياخد نسخة كود بوك، بيبقى حاجة اسمها فويس كود بوك، زي ديكشنري كده. عارفين ديكشنري؟ زي قاموس كده او حاجة بيبقى فيها كل اللهجات، كل اللكنات، يعني اللكنات الصوت، الصوت نفسه، صوته بيختلف عن صوت تاني، عن صوت واحد تاني كده، وبياخده ويبعته الناحية التانية. طيب جميل. وبعد ما بيبعته الناحية التانية، وبعد ما بيبعته الناحية التانية، ده بيبقى عامل زي بيبعت بعد كده ايه، زي بياخد الصوت والتاني بيتوقع، بيتند الصوت اللي بتقول ايه. يعني مثلا بيقول السلام عليكم، في سامبل، خد سامبل مثلا، خد مثلا جزء من سامبل هنا، جزء من سامبل هنا، بيتوقع. هي يعني مش بيشتغل بالطريقه دي على فكره، بتاعت يعني انسى الطريقه دي، بس هو بيعمل زي ماثيماتكس كده، بيبعت حاجات، بيبعت الجوريزم، رموز وحاجات، بحيث ان هي بيبقى فاهمها الراوتنج التاني، ويحولها لصوت بنفس اللهجه بتاعه، بس ما بيبعتش فيها ديجيتال، ولا بيبعت فيها ما بيبعتش فيها، يعني ما بيعملش هنا بيبعت مثلا 8 بيت ولا 4 بيت، لا هو بيبقى ليها طريقه تانية خاص، بيبقى حاجه زي عينات من الصوت بتبقى موجوده عنده، اهي بتبقى عينات من الصوت، نفترض اهو. طيب احنا نمشي نمسحه دي. ايه ده بس؟ ادي اول سامبل. تاني واحدة ايه مثلا؟ بياخد عينات من الصوت ويبعتها الناحية التانية، زي ما احنا شرحنا من هنا، بيبقى عنده زي الكود بوك، بيبعتها، بيتوقع الصوت بتاعي، بيبعت زي ماثيماتيكال ريسيبيس، يعني زي عينات كده. طبعا انتوا فاهمين زي عينات بيبعت كده، بس طبعا بيبقى محتاج بياخد ديلي الوك اهيد، لان هو بيعمل اول حاجة، بيبقى كل ثانية بيبقى بي كل ثانية بيدور على الالجوريزم اللي هو هيبعته، او بيتوقع الحاجات اللي هيتوقع يبعتها. فطبعا بيبقى محتاج، عشان كده بنقول بيبقى محتاج بروسيسنج عالي جدا. هو الاتنين بيشتغلوا بنفس الحاجة، بس طبعا البحث بتاعه ده ب2.5 مللي ثانية، وده 5 مللي ثانية الوك اهيد، يعني بيدور على لمدة خمس ب2.5 مللي ثانية ويبعت. فطبعا الكواليتي بتاعته بتبقى اقل، ده 5 مللي ثانية بيبقى بيدور اكتر، والالجوريزم طبعا بيطلع احسن، وبيطلع انقى، وبيطلع مظبوط اكتر، وبيطلع الصوت واضح اكتر. فده عشان كده ده بتلاقيه 16 كيلو بايت، وده 8 كيلو بايت. جابوا حاجة اسمها جي 729 ايه، ده بيبقى اللوك اوت اقل طبعا، في البروسيسنج المحتاجة على الراوتر اقل، بس طبعا الكواليتي بتاعت الفويس اقل. كواليتي ايه؟ اللي هي جودة الفويس، جودة الصوت، جودة الصوت. طيب يبقى احنا اتفقنا ان هي ده غير الكلام، عشان كده ما اتكلمش عليه، ما شرحتش عليه بأمثلة كتير زي التاني، لان ده